لو الحكاية فيها إن فيتو لأنك ابن محافظة البحيرة كنا عايزين نعرف إيه الطلبات اللي تطلبها من رئيس الجمهورية القادم. والله أنا شايف إن من الطلبات اللي لازم ياخد باله منها حماية حقوق المصريين في داخل وخارج مصر، خاصة خارج مصر. إحنا تعودنا في الفترة من بعد ثورة 25 يناير إن حقوق المصريين مهدرة في كل مكان في العالم، حتى الدول العربية، سواء حتى في موضوع سد النهضة. أنا شايف إن على رأس أولوياته السياسة الخارجية وحماية حقوق المصريين في الخارج. طب حضرتك أحمد حربي، بأنك ابن محافظة البحيرة كنا عايزين إيه اللي تطلبه من الرئيس القادم إن شاء الله؟ مش مطالب كتير والله، يعني أنا كنت طالبينه منه مبادئ الصبر، عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، ما نشوفش بهدلة، ما نشوفش حاجات كتير، على الأقل الشباب الكتير اللي قاعدين طول اليوم على القهوة ده يلاقوا لهم وظايف، يلاقوا لهم أماكن يشتغلوا فيها، أماكن محترمة تديهم فلوس يقدروا يتجوزوا ويعيشوا حياتهم، ما يبقوش شايفين في ناس فوق خالص وفي ناس تحت عمالة بتطحن ملهاش أي علاقة بالموضوع. ناس وقفت على رقاب الثورة والثورة نفسها والثوار ما خدوش أي حق من حقوق الثورة، حاجات كتير. أنا اسمي تامر نور الدين. كنت عايز كابن محافظة البحيرة كنا عايزين نعرف إيه اللي تطلبه من رئيس الجمهورية القادم إن شاء الله. رئيس الجمهورية القادم يعني الواحد بيتمنى بس إن يشوف عدالة اجتماعية فعلا، ونشوف إن يعني في تغيير فعلا حصل في البلد، ويعني ربنا يوفقنا. يعني الواحد مبقاش واثق في اي حاجه طبعا دلوقتي، بس ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، يعني ده اللي نتمناه كلنا. يعني طب ايه غير العداله الاجتماعيه، يعني ايه الحاجات اللي انت نفسك تتغير في البلد؟ نفسي اتغير هنا في مصر. يعني نفسي اتمنى ان يبقاش فيه تطبيل في البلد، بس مش اكتر. لو البلد ماشيه من غير تطبيل هتبقى الدنيا الواسطه. الواسطه. شكرا.